السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة ان شاء الله هاخدكم في جولة للقاهرة وفندق سوفيتيل الجزيرة في الجيزة، حاجة كده تحفة جدا، كلاس جدا. شايفين زي ما احنا شايفين كده مع بعض، في السبا والبول الدافي، وادي هنا حمام سباحة تاني بيبص على النيل والنجفة الكبيرة جدا والبهو الكبير، اللوحات التحفة، الورد الطبيعي في كل حتة، الفطار على النيل أو المطاعم اللي موجودة سواء إيطالي أو مغربي أو في مطعم مصري كبابجي، حاجة كده يعني حاجة تانية خالص. شوفوا معايا الفيديو للنهاية، وأتمنى تدوسوا زر الاشتراك، سبسكرايب، وفعلوا الجرس على الكل، وما تنسوش لايك للفيديو كده، وشوف تعليقاتكم الجميلة في الجولات اللي بعملها لكم. ده مكان السبا بقى، والحاجات بقى التدليك والحاجات الروقان، بس الدفع بالدولار في السبا عشان تبقوا عارفين، انما طبعا في الفندق بالمصري عادي. هنشوف جولة كده مع بعض، فيلا بينا نبدأ مع بعض، وما تنسوش تحطوا اللايك، ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. ان شاء الله النهاردة هنكمل رحلتنا مع بعض، ونطلع من العين السخنة وندخل على القاهرة، عشان هنروح منها بقى المول سيتي ستارز وكده، زي ما احنا عملنا مع بعض وشفنا السنو سيتي والكلام ده كله. فاحنا هنوري مع بعض هنا رحلة القاهرة والفندق اللي نزلنا فيه. دلوقتي احنا في طريقنا بطول بقى السويس لحد القاهرة. شايفين هناك كل القرى السياحية. صراحة مصر جميلة جدا يا جماعة، والله جميلة فعلا، يعني الشواطئ بتاعتها والقرى السياحية، وفيها أماكن كتير حلوة جدا. نتمنى بس يتعمل لها دعاية حلوة كده، والدنيا تبقى جميلة إن شاء الله. أتمنى تتابعوا معي الفيديو للنهاية علشان تشوفوا المفاجأة اللي عاملها لابني قبل نهاية الفيديو. كان عيد ميلاده في اليومين اللي احنا قضيناهم في القاهرة، فحبيت افاجئه من غير ما يكون عارف اي حاجة. يلا بينا نتابع الفيديو سوا، وان شاء الله تستمتعوا معايا، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، بحبكم في الله. يلا بينا، احنا دلوقتي في طريقنا للفندق. كل دي كده جولة في شوارع القاهرة. كده خلاص قربنا داخلين على الفندق سوفيتيل الجزيرة، اللي هو شكله مدور ده، بشاور لكم عليه. شايفين شكله ايه؟ ده دائري كده، كل الغرف تبقى باصة على النيل، اللي هي الغرف الناحية اللي هناك احنا اخدنا عليها. طبعا هنا بنقابلنا فرد الامن بره، بيسألنا بقى، فبنقوله ان احنا حاجزين. طبعا بيفضل ان انت تكوني حاجزة بالتليفون او بالنت علشان تيجي تلاقي لك مكان. هيفتح لنا البوابات، وبندخل بقى نركن في الباركنج، وبعدين ندخل الريسبشن. دي البوابة ديت اللي بتحجزي بيها مركب او اللانش او الفلوكة اللي هتنزل بيها النيل. دخلنا بقى كده خلاص الريسبشن، ونبدأ بقى نخلص الاجراءات بتاعتنا وتقدم البطايق بتاعتك، ونبدأ نطلع نستلم الغرف بتاعتنا. استلم الغرف من الساعة 3، يعني ما تروحيش بدري قوي عشان ما تنتظريش كتير، وبتسلميها تاني يوم الساعة 12 الظهر، تكوني يعني وقت، قصدي ما تخلصي حجزك بتسلميها تمام. الفندق كبير جدا زي ما احنا شايفين، هنا بقى كان حاطين على النيل بقى، تلاقي هنا دي الغرف من فوق، شايفين الشكل المدور من النص ده، كان الاسانسيرات كلها في النص كده.
نفتح الباب وندخل بقى الغرفة بتاعتنا. هنا الحمام على ايدينا اليمين كده على طول، حاجة صغنونة كده، وفي برضو سشوار وفي شامبوهات، وادي الدرج الصغنن ده حاطين فيه الكاب عشان لو عايزة تخبي شعرك وانت بتاخد الشاور، وفي الحاجات للودان، كل حاجة مش ناسيين حاجة يعني، والفوط، وادي البرنس والبشكير وكل حاجة. دي كابينة الشاور، ادي البرنس. نطلع بقى من الحمام. هنا الاول هنشوف من البلكونة بقى، شايفين البلكونات كلها شايفة النيل، تحفة جدا. كبير صراحة وتحفة قوي قوي. تحت المطاعم بقى والبسين والبول، يعني كل الحاجات دي بص على النيل والسبا، وفي مطعم كبابجي، وفي مطعم تحت هنا ايطالي، كل المطاعم دي بص كده على النيل، فشكلها تحفة، المنظر والفيو نفسه بيبقى جميل. النافورة اللي في النص ديت بتشتغل بقى بالليل، ما اعرفش بالنهار ما اشتغلتش، بتشتغل بالليل، تبقى عاملة اضواء وكده، وتحفة الصراحة. هنا دي مركب سحبة، مركب كبيرة. دي النافورة اللي بقولكوا عليها، هنشوفها بالليل بقى لما تشتغل. تابعوا الفيديو للنهاية علشان في مفاجآت كتير، وعملت مفاجأة لابني، فتابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا المفاجأة اللي عملناها له ايه. ابني جاي من السفر، فحبيت افاجئه في عيد ميلاده. ايه رأيكم في المنظر البديع ده؟ شايفين الكوبري ده؟ فاكرين الثورة وكده والمليونية كانت على الكباري زي دي. هنا دي التلاجة اللي موجودة، اللي بيسموها الميني بار، يبقى محطوط فيها بقى الحاجات، سواء حاجات بقى حلال ولا حرام مالناش فيه. ادي هنا الغرفة دي كانت بسريرين، هنا بقى بيبقى حاطط لك المنيو او كتالوج كده، بيقول لك على السبا والحاجات اللي موجودة والمواعيد والكلام ده كله، والتليفون لو هتحجزي عشان تنزلي وكده. احنا حجزنا 3 غرف، فهوريكو بقى من كل غرفة بتبص ازاي. دي الغرفة التانية بتبقى شايفة كده اكتر، شايفين جت اكتر فوق الايه المطعم هناك، شايفين المطعم ده بعيد شوية، هنا ايه كل مدى ايه بتقرب، شايفين المراكب بقى اللي في النيل، بتأجر بقى بالساعة أو تعدي الناحية التانية، يعني زي ما يكون ما عملناش احنا الموضوع ده المرة دي. هنشوف الغرفة اللي بعدها، شايفين البرنس حلو قوي، حركة حاطين ايدي الاتنين كده ببعض، يعني لطيف جدا. كل غرفة بقى فيها التلفزيون بتاعها، تلفزيون، ادي المكوى هنشوفها فوق اهي طبعا، والتلاجة الصغيرة اللي قلنا عليها الميني بار، وده منشر الغسيل تقدري بقى تغسلي عليه المايوهات بتاعتك لو انت بتنزلي البول تحت او كده، اي غسيل تاني عايزة تغسليه فيه، كيس للغسيل بتجمعيه فيه وهم بيغسلوا لك، وبينضاف على الحساب، او ان انت تغسليه وتنشريه برضو على المنشر زي ما انت عاوزة. الترابيزة الصغيرة ديت بتحط عليها الشنطة، وفي ترابيزة تانية هنا اذا كنت هتاكلي عليها او تشربي عليها الشاي. فهنا السرير كان كبير، تعتبر الاوضة ديت ماستر. حلو بقى فوتيه هنا، جميل قوي بقى، سواء تقضي عليه شغلك او باللاب وكده، او تتفرج على التلفزيون، جميل جدا. وهنا سليبرز حاطين في كل غرفة بقى كده 2 منه علشان نلبسوهم، وهنا الكاتل بقى والمية، وحاطين الشاي والنسكافيه والسكر وكل الكلام، مية مية يعني صراحة. ادي تمام جدا. والبلكونة، ونشوف المنظر بقى من الغرفة التانية. الغرف الثلاثة ما كانوش جنب بعض قوي، اليوم ده كان في زحمة، كان في مؤتمر تقريبا، فكان في كتير ناس في الفندق. المنظر بديع جدا الصراحة، باللانشات بقى اللي ماشية بقى في النيل، وحاجة كده جميلة جدا. ما تنسوش تشوفوا الفيديو بتاع سنو سيتي، كان حلو جدا، ازاي يعني لعبنا بالتلج وكده، فاشوفوا الفيديو اللي فات او اللي قبله، حلو قوي قوي.
وتنسوش اللايك وشوف تعليقاتكم يا جماعة، وشجعونا كويس عن كده. تمام، وبدأنا الانتساب في القناة، اللي عاوز يبدأ يشترك ويعمل الانتساب للقناة يتفضل، ونبدأ بقى يكون في مثلا فيديوهات صغيرة للمنتسبين أو صور أو كده أو الردود أو الكلام ده كله. يعني ابدأوا شجعونا. شايفين هنا التجديف اهوت في النيل، هنا بتطلع بقى بيبقى شلة مع بعض، أصدقاء أو كده بيطلعوا يجدفوا هما بقى بيها، بيبقى حاجة جميلة جدا. وادي بقى المركب معدية من جنبهم. الصراحة يعني حاجة جميلة جدا النيل. حابين نخرج شوية كده ونبص على البلد كده. الصراحة الدنيا زحمة يعني، فمشينا شوية شوية وبعدين رجعنا وأجلنا الخروجة دي لتاني يوم، علشان النهاردة كان عيد ميلاد ابني وحبينا ان احنا نفاجئه. دي جامعة القاهرة تقريبا، فحبينا نفاجئه، ما قلنا لهوش بقى اي حاجة ان احنا هنعمل اي حفلة النهاردة او حاجة. كان اول مرة يجي عيد ميلاده وهو معانا عشان يبقى مسافر. دي حديقة الحيوان هي بتاعت الجيزة، اكبر حديقة حيوان في مصر. فهنرجع علشان هنقول ان احنا هنتعشى في المطعم اللي جنبنا قبل ما كله يجهز، وهنروح نحضر له المفاجأة مع بعض. ده جاد عندنا احنا برضو، جاد في اسكندرية بس مش اكرم جاد، حاجة تانية. جاد سمير وعلي عندنا برضو في سموحة. انا هنشوف بقى، هندخل دلوقتي المطعم، مطعم كبابجي، وحبيت اعمل مفاجأة لابني. شايفين النافورة لما اشتغل بيه؟ حبيب ماما الغالي، ربنا ما يحرم حد يا رب من دونه. كل سنة وانت طيب يا حبيبي، وكلكم يا رب بخير وسعادة. دي التورتة اللي احنا جبناها، طبعا جبت التورتة محل بتاع الجاتوهات موجود تحت فرع يعني في قلب المطعم، في قلب الفندق، ودخلت بيه على المطعم وقلت لها عايزة أعمل سوربرايز لابني قبل ما يجي، خد التورتة عندك في التلاجة ولما نطلع نقعد فوق وتبدأوا بقى ايه تدخلوا علينا بالتورتة، وشوفي تشغلي بقى دي جي ولا ايه عندك كده بايه هابي بيرث داي، او شوفي هتعملي ايه. قالت لي اوكي سيبي الموضوع عليا. و فاجئتني بقى ان في فرقة في المطعم، وطلعوا بقى وغنوا كده، وكانت حاجة جميلة جدا. وتفاجئ وصراحة كنا مبسوطين قوي، ان هو كان مسافر بره يعني وبيجي كده على فترات، فالفرصة السنة دي جت في عيد ميلاده. تاني يوم بقى خلاص اهوت معانا ادى الفطار. طبعا بيبقى اوبن بوفيه عندنا فطار بس كان في الفندق ده، فده الفطار كان حلو قوي بالواناته والفواكه والعصير، الالوان صراحة كانت جميلة جدا. وبيبقى فيه شيف على جنب كده بيعمل لك البيض اومليت كده زي ما انت عاوزة، غير بقى اللي هو بيض سكرامبل الموجود في بولة كبيرة للي عاوز على طول. ده شكل المكان اللي احنا المطعم اللي بنفطر فيه، حاجة يعني كلاس قوي يعني لرجال الأعمال وكده، مش زي المطعم مثلا اللي في العين السخنة وكده. هنا شكل الحمام اللي موجود تحت في الريسبشن، عجب بناتي على أساس إن هو واخد تراث كده عربي أو إسلامي أو كده، فحبينا نتفرج عليه سوا.
حالة فيها سنسور كده يعني، تحطي ايدك تحتيها تنزل لك المية وكده، زي نظام اللي في تركيا. فكان حاجة حلوة أوي. هنا بقى الورد كله كان ما شاء الله طبيعي، فكان هنا بقى العامل بيزقي الورد، كل ده ورد طبيعي وأشكاله جميلة جدا. فعاملين فازة كبيرة، عاملين ترابيزة كبيرة قوي حاليها كل الفازات الحلوة دي في قلب الريسبشن تحت. انتي بتخلصي فطارك ممكن تطلعي تقعدي برا في الريسبشن شوية، بتستخدمي بقى الواي فاي متاح للجميع مجانا يعني. أو اللي هيدخل بقى على البول جوه. هنا البقاعات دي، انا عندي بقاعات برضه في البيت، مفكروني ان انا اوريهم لكم، بس بتوعي بقى احلى من كده شويه، دول اسمر من كتر القعده. هنا بقى هنطلع على السلم بالطريقه دي علشان نوصل للبول. تمام، هنا شايفين النجفه كبيره قد ايه بتفاصيلها الجميله. انا كده طالعين على السلم علشان ننزل الناحيه التانية كده، ايه للبول. البول كان موجود على النيل برضو يعني، من قلب حمام السباحة كده، تقدر يبقى في ظهرك النيل تاخدي بقى صور جميلة. يعني شكل البقاعات مرسومة بالحديد حلو قوي. ادي انا بستعرض لكم اماكن كتير قد ايه طول ما احنا طالعين، تقدروا الناس يقعدوا فيها الاجتماعات او يعني تقعدي للاسترخاء كده فيها. ف الصراحة شكله جميل جدا وبديع. نفس اللون بتاع فندق العين السخنة لو انتوا واخدين بالكم. ادي كده من فوق شايفين المنظر حلو جدا. هنا احنا كده خلاص وصلنا داخلين على البول، كان البنات عاوزين ينزلوا البول. في برضو انترهات في كل حتة، اللي عاوز ينتظر مثلا قبل ما حد تاني ينزل البول ويجي. هنا بقى الاماكن اهيت، بتاخدي بقى اي مكان تقعدي فيه، وبيديكي برضو البشكير كده، كل واحد ياخد واحد وبتقعدي وبتاخدي راحتك. هنا بقى اتي البول منظره تحفة جدا، ووراه بقى النيل، يعني كل حاجة بتبص على النيل صراحة. دي ديكورات في الاماكن اللي واحنا طالعين بقى. خلاص خلصنا، هنطلع بقى كده خلاص ونبدأ بقى ايه نغير، علشان كنا هنروح بقى سيتي سنتر، اللي هو سيتي ستارز. سيتي سنتر ده عندنا في اسكندرية، هنروح سيتي ستارز اللي هو لقينا فيه السنو سيتي. تمام، عنوان الفيديو اللي قبل كده وشوفوه. عايز بقى لايكات كتير كده وشير علشان الكل يشوف القناة كده. تمام، واشوف تعليقاتكم بقى كده، وشجعونا كده ودعمكم كده الجميل للقناة، عشان التعليقات دي بتسعدني جدا. شايفين هنا الفندق كله مدور كده بالشكل ده، والاسانسيرات كلها في النص. اتمنى تكونوا عجبكم الفيديو، واشكركم والى اللقاء. سوزان مقام، باي باي.